في معانا بولات الاوت دور حجم 2.5 لتر. عايزين بس نشرح الجزء ده، ان الغطا فيه مربع بيقابلوا المربع اللي هنا في البوله الثانيه عشان ما نجيب اكتر من واحده. بيتحطوا كده محكمه ما تقعش من فوق بعض، فممكن نجيب اكتر من بوله نرصها فوق بعض. حتى لو القطعه الكبيره المقاس الكبير من تحت هي نفس المقاس، بيركبوا فوق بعض تبقى ثابته بالطريقه دي.